اسمحوا لي يمكن انا عايز اوجه بعض الرسائل والكلمات لبعض الفئات المهمه جدا في شعبنا. وانا يمكن هنا بناشد شباب مصر. شبابنا اللي هو بيمثل الكتله الغالبه من الشعب المصري. تقارير طبيه وقرينا على ناس كتيره جدا بتقول ان اقل فئه تضررا او تاثرا بهذا الفيروس هم الشباب، وان الشباب تقريبا ممكن ما يصابوش او يعني اصابتهم وتداعيات المرض عليهم بتبقى بسيطه. مش معنى كده ان احنا ناخد هذا الامر باستخفاف وننزل ونقول ما احنا يعني فرص اصابتنا بهذا المرض هتبقى قليله. لكن انت مش واخد بالك انك انت لما بتنزل انت لو حملت هذا الفيروس وترجع بيتك انت ممكن تنقله لوالدك ووالدتك وجدك او جدتك، وتكون انت سبب في ضرر كبير جدا لأحب الناس اليك في اسرتك. فلازم ان احنا ناخد بالنا، وانا بأراهن على وعي شبابنا في المرحله دي ان احنا كلنا نبقى واخدين بالنا من نفسنا وواخدين بالنا من اسرتنا وواخدين بالنا من بلدنا. انا بأناشد المواطنين تقليل الحركه قدر الامكان ما بين المحافظات والانتقال الى ما بين المحافظات وبعضها البعض والمراكز وبعضها البعض. احنا النهارده بنقول اي مشوار ملوش يعني ضروره ولا يعني عجاله يبقى مفيش داعي ان احنا نعمله. والنهارده حتى الخدمات اللي احنا كنا بنقول ممكن انا انزل عشان عايز اروح اعمل جواز سفر، عايز اعمل بطاقه، عايز اعمل كل الكلام ده احنا علقناه. وجزء من التدابير الاحترازيه لتخفيض قوه العمل في اجهزه الدوله والشركات التابعة للدولة هو برضو العمل على تقليل الحركة ما بين المحافظات.